يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى، مش احنا كنا حاطين السؤال بتاعنا؟ ايوه. دي علاقه باستاد مختار التتش صح؟ وتاريخ انشائه وكان اسمه ايه قبل كده. هنحكي لحضراتكم الحدوته دي من اولها. يلا خلاص، عشان كده كنا بنقول النهارده يعني ما فيش خلاص حد ممكن ان هو يبعت اجابات، لان النهارده هيحسم الاسماء يعني او هتحسم الاسامي بتاعه الفائزين. فهنحكي بقى كمان لحضراتكم هنا القصه، نروح بقى للنوستالجيا والاهلي بشكل خاص هنا، ونتكلم عن ملعب التتش زي ما كريم كان بيقول. سؤالنا كان زي ما كريم برضو وضح، قبل ما يكون ملعب التتش كان اسمه ايه، وبعد كده كمان عفوا كان اسمه امتى اطلق عليه التتش، وقبل كده كان اسمه ايه. تاسس هنا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين عام 1907، وانتظر 4 سنوات حتى تم تكوين اول فريق كروي في النادي، ده كان عام 1911، عشان يصبح بقى اول فريق لكره القدم بيمثل النادي الاهلي رسميا. الفريق تكون من لاعبي المدارس الابتدائيه والثانويه اللي كانوا بيمارسوا الكره في هذا الملعب اللي اسس عام 1909، كان يسمى الحوش حيث انه كان ارض ترابيه. في عام بقى 1924 قامت اداره الاهلي بتطوير الملعب، بعد كده ب3 سنوات تم بناء المدرج الاول في الجهه القبلية الغربية تحديدا. كانت بتكلفة وقتها كان بقى كريم 2500 جنيه، بس ده وقتها كان رقم يعني. بعديها بقى سنة 1929 تم إطلاق اسم الأمير فاروق على ملعب النادي الأهلي بعد بناء المقصورة الملكية، واللي تكلفت أو اللي كلفت النادي 1200 جنيه برضو بمقاييس هذا الزمن. ثم تمت إضافة بعض المدرجات الخشبية، وبعد ما أضيء الملعب استضاف نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية سنة 1959، ودي البطولة اللي فازت فيها مصر. وتم إنشاء مدرجات الدرجة الثالثة في عهد أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي في الفترة من 1947 وحتى 1961. ثم جاء عام 1965 الذي توفي فيه أسطورة النادي الأهلي مختار التتش، ليقرر النادي الأهلي بعدها إطلاق اسمه على ملعب فريق الكرة للأبد تخليدا لذكراه. استمر التتش هو الملعب الرئيسي للنادي الأهلي أو الملعب الرسمي لغاية لما اتنقلت مباريات الفريق رسميا إلى استاد القاهرة. الجدير بالذكر أن آخر مباراة اتلعبت على هذا الاستاد كانت مباراة الأهلي والشرقية في دوري سنة 1975. ادي التاريخ بتاعنا، ادي كده كل حاجه كنا عايزين نعرفها. اتمنى يكون ناس كتير جاوبت الاجابه الصحيحه يعني، وان شاء الله يعني في نهايه الحلقه زي ما كنا بنقول بناكد مره تانية هنختار الفائزين.